مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندا. مثل العادة منعرفكن من خلالها على أبرز النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم. دعت فورد ميدل إيست لأفون بريمير بعنوان The Water Diviner، يلي نظمته الجمعية اللبنانية لسرطان الثدي، وذلك بسينما سيتي بيروت، بإطار دعمها وجهودها الدائمة للإضاءة على أهمية الكشف المبكر عن هالمرض. نظمت الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي عرض أول لفيلم The Water Diviner بالسينما سيتي بأسواق بيروت، وبيعود راعي النشاط بالكامل لدعم الجمعية بإطار دعم المستمر لبرامج بتهدف إلى نشر التوعية حول موضوع سرطان الثدي عند المرأة وأهمية الكشف المبكر. وبسياق مبادرتها محاربات بروح وردية Warriors in Pink، قامت فورد بدعوة أهل الصحافة للمشاركة بهالنشاط تشجيعا منا لعمل الجمعية. عاملين اليوم ايفنت افون بروميير لفيلم اسمه ذا ووتر ديفاينر، وبهالاعياد وهيك بنفكر بالناس اللي محتاجه واللي بحاجه انه نساعدها ماديا ومعنويا كمان. ومنتشكر دكتور ناجي الصغير اللي هو عطول بيدعمنا، هو رئيس الجمعية وعطول بيدعمنا كرمال نعمل هالاشياء ونقدر نساعد غيرنا. ومنتشكر فورد اللي هن كمان معانا كل الوقت، انه كل ايفنت بيكونوا معانا وبيدعمونا وهن بيشجعونا تنقدر نعمل ايفنتات وتنجح معانا. وميرسي. موقع لبقلك احتفالات عيد الميلاد ورا السنة، حيث أقام سهرة بمطعم ليزا بالأشرفية، ويلي جمع الأصدقاء ومصممي الأزياء والمدونين الإلكترونيين المتخصصين بالموضة والأزياء. أطلق موقع لبقلك الإلكتروني احتفالات عيد الميلاد وراس السنة، حيث استضاف المسؤولين عن الموقع سهرة ساحرة بمطعم ليزا بالأشرفية. جذب هالاحتفال الأصدقاء مصممي الأزياء المدونين الإلكترونيين المتخصصين بالموضة والأزياء، بالإضافة إلى وجوه وشخصيات إعلامية. هيدا عم نعمل ايفنت لللونش الجديد تبع الويب سايت لبقلك، لبقلك.com. هو ويب سايت عملناه من 3 سنين، وهلا عم نعمل ويب سايت جديد مع براندنج جديد، الوان جديده، لوجو جديد وكل شيء. وعم نعمل ايفنت صغير للناس يتعرفوا عليه ويعرفوا شو عم نعمل وشو عم نشتغل.
هو الويب سايت عبارة عن كل شيء لبنانيز ديزاينرز أونلاين، يعني كل شيء أزياء ومجوهرات مصنوعة بلبنان بنجرب نبيعها على الإنترنت، وأكيد بننقيها يعني من قلبنا وبدقة. دقايق كتير صغيرة مع الإعلان ونرجع معكم لانتباع أجندة. بمناسبة إطلاق المشروع العقاري الجديد أكوا جيت، أقام رئيس مجلس إدارة الشركة جورج شهوان حفل غدا بمطعم عبد الوهاب للاحتفال بالمشروع الجديد. مشروع جديد من مشاريع بلاس بروبرتيز تم إطلاقه مؤخراً بمطعم عبد الوهاب بالأشرفية، وهو مشروع أكوا جيت بتبرجة يلي بيجمع عدد كبير من الشاليهات والمسابح والمباني السكنية. المشروع أهم شيء هو دليل على ثقة المستثمرين اللبنانيين بالبلد. إطلاق هالمشروع هو دليل إنه سوق العقاري بلبنان ما في عليه خطر. إطلاق هالمشروع هو دليل على ثقتنا بلبنان. هو المشروع مجمع سياحي بمنطقة تبرجة بكسروان، مؤلف من شاليات ومن بيوت وبيسين ومسبح كتير كبير. وأعمال البناء بدأت بهالمشروع بتبرجة على باب الأكوا مارينا. عملنا نحن إطلاق رسمي للمشروع ب 29 و30 الشهر بأوتيل ريجنسي بأدما وبأوتيل لوغري ببيروت. البوادر لهلأ اللي شفناها بتأكد أنه في اهتمام، أنه إذا بتطلق المشروع المناسب بالمنطقة المناسبة وبالسعر المناسب الطلب موجود. مع معرض حمل عنوان الشاهد الأخير للفنان عمر حمدي مالفا بأس في جاليري بصيفي فيليج، واللي تم بالتعاون مع جمعية أفاق، والملفت أنه هاللوحات تميزت بالتجربة والبحث والتعبير. إطار تعاون المستمر مع جمعية أفاق، أقام أحد مؤسسي الحركة الفنية الحديثة بالسبعينات الفنان التشكيلي عمر حمدي مالفا بجاليري أس في معرضه الثاني تحت عنوان الشاهد الأخير. حضر المعرض عدد كبير من المهتمين.
اعلان كتير صغير بنرجع معكم لنتابع اجندا. Trees of Lebanon هو عنوان الإصدار الأخير لمركز حماية الطبيعة بالجامعة الأمريكية ببيروت. التوقيع صار داخل الحرم الجامعي يلي جمع عدد من محبي البيئة والمنظمات يلي عم تسعى للحفاظ على أنواع صارت شبه نادرة بلبنان. أقام مركز حماية الطبيعة بالجامعة الأمريكية ببيروت حفل توقيع كتاب Trees of Lebanon، هالكتاب يلي بيجمع كل أشجار لبنان وأنواعها وطبيعتها. حضر حفل التوقيع عدد كبير من المهتمين. هو نحن بالجامعة الأمريكية بمركز حماية الطبيعة صار لنا 10 سنين بنتعاطى بشأن إعادة تشجير لبنان، والمهم يلي لقلنا حسينا إنه نحن بالجامعة الأمريكية وقت نشجر ما منقول كم شجرة زرعنا، منقول كم شخص عم يزرع شجر، عرفتي كيف؟ لأنه هو مهم إنه الناس تنخرط بهيدا المجال وبهال يعني يصير عندهم هالاندفاع إنه هن يشجروا بلدهم. الحقيقة هي الفكرة بلشت قبل فكرة الكتاب، الوقت اللي كنا عم نعمل دراسات على الأصناف الشجر اللبناني وهني أكثر من 40 نوع، كنا دايماً عم ناخد صور للشجر وللديتيلز بالشجر، يعني للورقة تفاصيل الشجر، الورقة والشجرة بشكل عام والغصن وهيك. بقى لما نجمع عنا كمية كبيرة من الصور قلنا لازم نعمل شيء بهالصور، فقررنا نعمل كتاب. هاريز بار هو العنوان المشهور بلندن وفينيس، صار اليوم موجود بصيفي فيليج، ولكن محبي السيجار بيقدروا أيضا يستمتعوا بأشهر أنواع المبيد الإيطالي بالإضافة لقائمة من أفضل المأكولات الإيطالية. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. بحضور عدد كبير من الشخصيات افتتح مؤخرا ببيروت وتحديدا بالصيف فيليج هاريز بار، الاسم العريق بعالم الاماكن الرائعه والمميزه، حيث بيستقبلكم بمطعمه الايطالي الشهير واللونج المائل ومثير. Gustavo Lima e você هاريز بار هو اسم معروف كثير بالفاين دايننج، بالاكل الطلياني من شمال ايطاليا، معظمه من ميلانو. هاريز بار بلش اول واحد بفينيس، بلشوا واحد اسمه جوزيبي تشبرياني، ومد هالهاريز بار من لبلد لبلد بين روما بين فينيس بين فلورنس، ولانتقل للندن ووصل لنيويورك وتوزع. طبعا تغير الاسم من هاريز بار لهاري تشبرياني او تشبرياني على الحل. Me liga, mas tá sem balada.
dançar na madrugada, dançar, rolar até o chão raiar. Gata me liga, mas tá declarada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar que hoje vai rolar. عم نحاول نعمل a mixture اللي يرضي الشعب اللبناني. في ناس بتحب البدل، في ناس بتحب تيجي كاجوال. عم نحاول نرضي الطرفين. للغدا معظم الناس عم تيجي رسمي زياده كونه انه بيجي موست بزنس لانش. دينر اتس مور ا ليتل بيت كاجوال، بس ام وير تراينج تو كيپ ات اون ذا هاير ستاندرد. Até o show ganhar, gata me liga, mas tá declarada. Quero curtir com você na madrugada. بالحقيقة نحن لما جينا بدنا نعمل الهاريز بار هون كان شرط أساسي إنه المحل يكون كتير فخم وكتير مريح نفس الوقت ما فخم. فبرمت كتير وبرمت ورحت شفت كتير محلات والعالم اتصلت فيي وطلبت إنه طالما نحن عم نفتح الهاريز بار بدهم ياني هون وهون. بس بعدين لقيت هالمحل هيدا يلي كان من بدايته مبين عليه في عنده مثل سحر مثل شارم. لما بلشت اشوف ديكوريترز وديزاينرز لحتى مين يقدر يجي يعمل محل، لقيت انه اكثر شخص فهم المحل وعرف شو الكونسيبت تبعنا احنا هو مسيو نبيل دادا. مسيو دادا عمل لنا ديزاين حلو كثير واشتغل، ضلينا السنه نعمل الديزاين ونغير ونسوي ونرجع نغير ونصلح، ولاخر لحظه ضلينا نعمل نقط يلي مثلا اذا هيدي ممكن تكون احسن شوي نرجع نغيرها. وصل لختام حلقتنا لليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعية الفنية والثقافية ما تنسوا ترسونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb. وأيضا فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي www.futuretvnetwork.com، وكمان فيكم تعملوا لايك لبيج أجندة on Future TV. كانت معكم زينة جنبي وبودعكم. باي.